أبدأ حلقة الليلة عبر سكايب مع سيادة المطران إدغار ماضي، راعي أبرشية البرازيل المارونية. مساء الخير سيادة المطران، وشكرا لتلبيتك دعوة سات سبعة. مساء النور. بداية اسمح لي اطمن عن الجاليات العربية، الجاليات العربية بالبرازيل، طمنا كيف صحتكم، كيف تعيشون أزمة كورونا؟ كورونا كمين في البرازيل، ونحن كلنا تابعين توصية الدولة البرازيلية بأنه يكون في حجر صحي، فمن شان هيك حابين أنه كلنا تنقوا هالأزمة بسلام وربنا يحمينا ويرحمنا. نعم، يعني عم تطمنوا عن الجاليات، يعني في تواصل ولو كان يبركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عم بيصير فيه، لانه حاله المغتربين دائما نحن بنسال عنها، يعني قد ايه بيكون عندهم خوف على اهلهم ببلدانهم المختلفه، بس كمان هن بين بعضهم ككوميونتي او كجماعه، عم تقدروا تطمنوا، عم تعرفوا احوالهم؟ اليوم وسيلة التواصل مش نعم. على الإنسان قريب من الثاني، نعم يمكن بتبعدوا عن القريب ولكن بتقربوا من البعيد، فمنشان هيك وسيلة التواصل اليوم بتخلينا كلنا نتعرف شو عم بيصير مع بعضنا، مع جيلي نتواصل معهم، مثل ما بيقولوا الخبر البعيد بيوصل والخبر القريب بيوصل، نعم وكل شيء بخير، نشكر الله انه الجيل بخير وكلهم عم بيجاهدوا انه يصلوا لحتى ربنا يرحمنا. نعم، اليوم العالم كله يعيش هالاضطرابات، الخوف، الاضطرابات النفسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا. سيادة المطران، إلى أي مدى برأيك كشف فيروس كورونا عن ضعف الإنسان عن حماية بحماية نفسه مهما تقدم تكنولوجيا وعلميا؟ قديش يعني عدم مواجهة هالفيروس بقوة كشف ضعف الإنسان بحماية نفسه؟ اليوم بس نقرا بالكتاب المقدس بذكرني سؤالك بالمزمور 62، بيقول باطل بنو ادم وزور بنو البشر جميعهم في الميزان اكثر ارتفاعا من الباطل. نعم، بين الانسان هشاشته، بين الانسان قد ايه ضعيف، بين الانسان قد ايه محدود. نعم، فمنشان هيك اليوم كل الاضطرابات اللي عم بتصير والكورونا يلي اجا تيظهر الانسان على حقيقته، من هيك كلنا نعرف انه الانسان كان بمسيره عكس مسيرة ربنا وبطريق غير طريق ربنا، منشان هيك اجت الكورونا اليوم تتقلنا انه الانسان يلي بيبني بيته على الرمل مثل ما قلنا بالإنجيل المقدس بتجي الأمطار وبتشيل البيت، وهيك اليوم إجت الكورونا يلي بيني حياته على هشاشة الحياة، إجت الكورونا وجرفت له كمان كل طموحاته وأحلامه وكل المشاريع اللي عم يعمل. طب كيف نبني لكان برأيك حياتنا على الصخر مش على الرمل، بالاستناد إلى الكتاب المقدس اللي ذكرت يعني من بعض آيات، كيف برأيك أكيد. الإنسان؟ أكيد أكيد اليوم يعني اليوم الإنسان لازم يبني حياته على الصخر يلي هي كلمة الله، يلي هي يسوع المسيح، يلي هي الطاعة، طاعة كمان لوصاياه. منشان هيك وقت اللي نكون متينين بكلمة الرب مهما الأعصار تجي منكون ثابتين، مهما الصعوبات تجي على حياتنا مثل ما بيقول مربوروس وكل شيء يعود بالخير على الذين يحبون الله. منشان هيك اللي بيحب الله رغم كل الصعوبات بيطلع من هالصعوبات اللي عم نعيشها خير. كيف ممكن ما تقوله سيادة المطران بغاية الأهمية، يعني كيف ممكن أن نتعلم من هذه التجربة؟ كيف يمكن أن نرى الخير من وباء؟ اليوم بتشوف الناس اللي بيحبوا الله شو عم يعملوا بهالمرحلة، بيساعدوا، بيروحوا على مؤسسات خيرية لحتى يقدروا يعطوا من وقتهم، من مالهم، من معلوماتهم لحتى يساعدوا خيهم الإنسان.
بتلاقي الإنسان اللي ما في محبة الله قاعد بأنانيته، مزروب بكل الأمور الإنسانية اللي مكربلته. من هيك بيقول قديس البابا فرانسيس اليوم، بما إنه العالم عم يبحث عن مطعوم ضد الكورونا، ما يكون الإنسان كمان يطعم كمان ضد المحبة، ضد الشعور بالغير، ضد الإحساس مع الآخر، ضد مساعدة الآخر. من هيك الخير اللي عم يطلع بنشوف قديش في صار من إنسانية اليوم بالعالم، الإنسان عم بيساعد كل الإنسان. نعم، تتحدث سيدة المطران عن ترجمة الإيمان بالأعمال وبالتعاضد الاجتماعي، ما هو دور الإيمان بهذه المرحلة؟ وهل يعني هل الإيمان اليوم كيف يساعد الناس بترجمة يعني إذا بدك هالأفعال مثل ما ذكرت، يعني المساعدة، الذهاب إلى الآخر، يعني مساندة الآخر، ما هو دور الإيمان في هذه المرحلة؟ بدي خبرك بس خبرية صغيرة كمان من الكتاب المقدس سفر الملوك الثاني، عم بيحكي عن النبي إيليا، وبحب إنه هالأخبار توصل للناس دايما وتتأمل فيها الناس، ما ننساها، لأنه أعمال اللي صارت بالكتاب المقدس مع الأنبياء هي ذات عم تصير معنا اليوم. وقت راح النبي إيليا بعث ربنا عند أرملة لبنانية بصيدا، عندها ابن وحيد وكان ما عندها إلا أكل ليوم واحد، وطلب منها إنه تعطيه أكل. قال له ربنا روح لعند هالبيت، وهي المرة هي بتخليك تعيش، لأنه كانوا مرئين بأزمة، ما عاد في مي، ما عاد في أكل، ما عاد في حياة لإلهم. بروح إيليا لعند الامرأة اللبنانية وبيقول لها انه بدي اكل، بتقول له ما عندي الا اكل لليله، عندي بس طحين وزيت. قال لها اعمليهم وربنا بيباري. وهيك صار تعطل المراه للنبي ايليا، وايمانها بكلام النبي ايليا جعلها تعيش مش بس يوم، كل يوم. من هيك نحن بس نصلي اعطينا خبزنا كفاف يومنا. اذا عندنا ايمان يلي هو ثابت على كلام الرب وثابتين انه الله اليوم عايشين زمن القيامه، قام من بين الاموات وحاضر معنا بكل صعوباتنا بكل حياتنا، الله ما بيتركنا. مثل ما النبي ايليا ما ترك لهاللبناني، كمان ربنا ما رح يترك ولا لبناني ولا انسان معوز اذا كان متكل على ربنا. سيادة المطران، يعني اليوم الكنيسة بعيدا عن الدور الإيماني، وحضرتك ذكرت يعني الصلاة والإيمان قد ايه بيساعدوا الإنسان بهذه المرحلة والعودة إلى الكتاب المقدس، أتحدث هون عن الكنيسة كمؤسسة، أي دور للكنيسة بهذه المرحلة؟ خاصة وأن الكنيسة الراعية هي كمان بالتالي عندها تأثير اجتماعي وإنساني على الناس، وتدفع الناس أيضا للقيام أو لعدم القيام ببعض، إذا بدك مش بس الممارسات، أنها تاخد خطوات. شو هو الدور الاجتماعي اليوم للكنيسة ويلي ممكن تلعبه، إن كان كنيسة برازيل أو كنيسة لبنان أو كنيسة مصر أو كنيسة العراق أو أي كنيسة بالعالم بالعالم اليوم؟ اليوم بس نحكي عن الكنيسة قبل ما نحكي عن العمل الاجتماعي تبع الكنيسة، لأنه الكنيسة منا مؤسسة اجتماعية. الكنيسة هي كنيسة الرب يسوع المسيح يلي بنيها لحتى من خلالها يقدي شعبه. نعم. اليوم الكنيسة اللي عم نطلب منها الأعمال الاجتماعية عم تكون اليوم أكثر وأكثر حاضرة بهالأيام اللي الناس عم تجوع، المؤسسات عم تنمى أكثر اجتماعية، والكنيسة عم توعى أكثر إنه عملها خلي شعبها يقدر يأكل، يقدر يضل واقف على جراي، يقدر يشتغل، يقدر يقوم من هالمرحلة اللي عايشين فيها، لأنه مرحلة صعبة. منشان هيك اليوم نشوف يمكن بالبرازيل، كمان أكيد بلبنان اليوم بكتير البطرك داعي جماعة الجميع الأساقفي والمؤسسة الاجتماعية البطريركية لحتى يقدروا كمان يشوفوا كيف ممكن
المساعدات الاجتماعية توصل بأمانة وبسلام لهالناس اللي بحاجة لها. نعم، يعني ما بدي يكون عم بنقول اخبار غير ساره، بس هذا للاسف يعني هلا قبل ما ندخل على الاستوديو من الامس واليوم، يعني اذا بدك تجدد النزول الى الشارع بلبنان يلي كان صار من 17 تشرين. عم نشوف، رجعنا شفنا الناس اليوم عم تحرق المصارف، عم نشوف الناس رجعت تنزل على الشارع، وكأنه هناك مثل ما بيقولوا دليل على أنه ثورة الجياع تتحضر، الناس رح تنزل على الشارع لأنه جاعت. ما بعرف إذا هالحالة رح تكون نفسها بالبرازيل أو بغير بلد تاني، لكن أمام هذه الصعوبات الكبيرة كيف برأيك ممكن اجتياز هذه المرحلة؟ اليوم عم نشوف الناس عم تجي تقول أنا جعت وأمام الجوع سيكون كل شيء مسموح. اليوم كل بلد عم يمر بأزمة، ولكن أزمة مختلفة. بالبرازيل كمان عنا أزمة إضافي إلى الأزمة الكورونا. نعم. عنا أزمة سياسية اليوم كمان، الناس حابين إنه يغيروا رئيس الجمهورية. وأنا اللي بقوله اليوم، عندما لا يكون في إداء صادق من المسؤولين، ناس لازم تتحرك، يعني ناس لازم يكون في عندها كمان مصداقية بعملها السياسي وقت بتروح وبتنتخب أشخاص ليمثلوها سياسيا وإدائيا وعمليا بالحياة السياسية، وهالأشخاص بيخذلوها لهالناس، لازم الناس تحسبهم. من شان هيك اليوم اللي بقوله انه اكيد الشارع هو صوت لهالناس، ولكن كمان الصناديق الانتخابيه كمان صوت ثاني لهالناس. واليوم بس نكون صادقين انه حابين ناكل، نحن بثوره الجوعين يلي كل عمرها عم بتكون، بكل المشاكل السياسيه يلي بيعيشها الانسان، لازم يكون في ناس تحاسب مسؤولينا، والا ما في مستقبل للبلد. من هيك نحن كلنا منضم صوتنا لكل صوت انسان معذب، لكل انسان صوت جعان، لكل انسان مظلوم. الكنيسه بتوقف معه، لانه المسيح بذاته هو بقلنا وكنت جائعا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. اذا بدنا نرد وجهنا عن هالاشخاص بيكون الكنيسه مثل ما قلت منا مؤسسة اجتماعية، ولكن هي عم تعطي رجاء لهالناس للحياة الأبدية. نحن نعيش اليوم مؤقت على الأرض، نحن بمسير على الأرض لنوصل إلى الحياة الأبدية. نعم، سأناقش سيادة المطران بعد شوي مع ضيفي حول يعني تغيير المفاهيم الكبيرة من إلغاء الآخر إلى إذا بدك التعاون، إلى النظر أكثر برأفة إلى هذا الكون، إلى البيئة، التغيرات، القرية الكونية اللي كنا عم نحكي فيها وتشتتها وغيرها من المواضيع. وهون بدي يعني سؤالي الأخير لحضرتك حول إلى أي مدى تعتقد سيادتك أنه يعني كورونا حطت مثل ما بيقولوا الإصبع على الجرح، أنه لا يمكن لهالإنسان مهما كان بأي بقعة من هالأرض إذا كان عم بيفكر أنه يلغي الآخر هالحياة لن تستمر، وأنه بمعنى آخر يجب أن هيك نشعر كلنا بمسؤولية مثل ما بيقولوا نحط نظام عالمي جديد يقوم على التعاون وليس على الإلغاء. أكيد كنا شاعرين أنه مسيرة هالكون هو مسيرة جزر، صاروا الناس، صاروا البلدين كلها بدها تعيش الجزر، كل واحد منفصل عن الآخر. شفنا بإنجلترا كيف ظهروا من الاتحاد الأوروبي، عم نشوف كيف أمريكا عم تسكر حدودها على البلدين اللي حواليها على المكسيك وبدها تعمل حائط. بنشوف كيف بإسرائيل كمان كيف عم يعملوا كل الحدود، الحواجز نعم بينها وبين الآخر. ولكن اجت الكورونا تتقلنا اليوم الانسان ما في عيش جزيري، اذا ما في تعاون ما في حياه، ما في مستقبل. وكل شيء مثل ما قلت بالبدايه يعود لخير الانسان، وهالشيء اكيد بده يطلع ربنا من الشر خير. هيك بقلنا كمان مرقولوس، ويظهر ربنا من الشر خير،
هلا كيف الخير بده يطلع؟ كلنا سوا مع الوقت بإيماننا بدنا نقشع بعين الإيمان كيف هالخير عم يطلع من هالشر يلي هو كورونا. نعم سيادة المطران، كلمة أخيرة يعني إن كان للجاليات العربية الموجودة بالبرازيل وعم بتتابع سات سبعة، أو إن كان أيضا لكل يعني لكل الجاليات العربية المنتشرة بكل دول العالم، لأنه بعرف يعني التواصل مع الأهل بهذه الفترة زاد كتير، لأنه الخوف كمان زاد كتير على مصير إن كان الآباء أو إن كان الأبناء. كلمة أخيرة قبل ما نشكرك. قبل ما ننهي بدي بس أنا كمان هني بالجاليات العربية، كل الجاليات الإسلامية اللي عم يتابعونا كمان بهالشهر شهر رمضان المبارك، منقول إن شاء الله يكون هالشهر من الصلوات والأصوام والزكاة اللي بيطلع منه يكون لخير العالم كله. نطلب كمان من كل المؤمنين إنه يكونوا متضامنين بكل الطوائف، لأنه اليوم العالم كله مخضوض، العالم كله مهزوز، العالم كله مضطرب، والكورونا إشي بتدقلنا إنه ما في تمييز بالإنسانية لا بالدين ولا بالعرق ولا باللون ولا باللغة. منشان هيك جماعتنا كلنا هالكورونا وطلبت منا إنه نتضامن كلنا سوا حتى ربنا يرحمنا. نعم بتمنى لك الأمان لحضرتك، لكل يعني لكل كمان أبناء هالأبرشية مثل ما قلت يلي هي الأبرشية الناشطة، وبتمنى لكم الصحة يعني وانتبهوا على حالكم. سيادة المطران إدغار ماضي، راعي أبرشية البرازيل المارونية، شكرا كثير لك وعلى وقتك لسات سبعة.